توفيت اليوم صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الشعبية إيمان تسونامي بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط بعد معاناة طويلة مع المرض. قصة الفنانة الله يرحمها وإزاي ماتت، إيه السبب؟ بيقول لك كانت الفنانة إيمان تسونامي توفت منذ تركض منذ أسابيع بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء قبل توجهها بالمستشفى العسكري بالرباط بتوصية ملكية بعد إصابتها بتسمم حاد. يعني اللي أوصى عليها الملك إن هي تتعالج في المستشفى العسكري لأن هي أصيبت بتسمم حاد. وكشف مصدر مقرب من المغنية المغربية أن الأخيرة أحست بمرض شديد بعد عودتها من إحدى الحفلات، مما أدى إلى نقلها للمستشفى على وجه الخصوص لخضوعها لعدد من الفحوصات الطبية وأنها تعرضت لتسمم حاد. فهي توفت النهاردة في المستشفى العسكري. ادعوا لها بالرحمة إن ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جنته. وما تنساش وصلت لحد ما تنساش تعملنا باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. صلى الله على محمد وعلى آل محمد.